الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام، قال: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أجل بيان استحباب تكثير الأيدي على الطعام، وأن كثرة الأيدي على الطعام من أسباب بركة الطعام، كما مر علينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا كانوا يأكلون ولا يشبعون، فقال: لعلكم تأكلون متفرقين، فأمرهم بأن يجتمعوا على الطعام حتى يبارك لهم في الطعام. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام المعد للواحد يكفي الاثنين، والذي يعد الاثنين يكفي الأربعة، والذي يعد الأربعة يكفي الثمانية، وهكذا. كلما زاد العدد زاد الضعف في الكفاية. وهذه من بركة الله عز وجل لمن اجتمع على الطعام. ولذلك يفيدنا هذا الأمر أننا نحرص على الاجتماع على الطعام وألا نتفرق، وإن كان التفرق جائزا كما مر علينا، ولكن الأفضل الاجتماع مهما أمكن الاجتماع على الطعام. قال: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على اليمين أو على الأيمن في الأيمن بعد المبتدئ. قال عن أسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه. قال النووي: يعني يتنفس خارج الإناء. وهذا الحديث فيه استحباب شرب أي شراب سواء كان ماء أو غير ذلك أن يشرب على ثلاثة أنفس، ومعنى ذلك أنه يشرب ثم يتوقف ثم يشرب ثم يتوقف ثم يشرب، يعني يشرب على ثلاث دفعات. وليس معنى الحديث أن يتنفس داخل الإناء، لأن التنفس داخل الإناء منهي عنه كما سيمر علينا بإذن الله عز وجل، ولكن المراد أنه يتنفس خارج الإناء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر ويعني وأطيب للإنسان في شربه، أهنى وأمر وأبرى كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، يعني يشرب دفعة واحدة كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه فائدة أن الشرب يكون مثنى وثلاث، وقد مر في الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثلاثا، وهذا الحديث فيه أنه يشرب مثنى وثلاث. فكيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين: أولا ننظر إلى صحة الحديث الثاني، فالحديث الثاني حديث جابر حديث ابن عباس حديث فيه ضعف، ولكن على فرض صحته أنه يقال الأفضل ثلاثا ثم بعد ذلك يكون مثنى، ولكن هذا الحديث في الأصل أنه فيه ضعف، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلط بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب، يعني شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن نعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله
لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، والغلام هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذان الحديثان فيه أن من شرب شرابا أو أعطي طعاما فإنه يبدأ بيمينه بعد أن ينتهي، يبدأ بيمينه هو بعد أن ينتهي، وإن كان الذي على يمينه مفضولا والذي على يساره فاضلا. لأن في حديث الأعرابي، الأعرابي كان عن يمين وأبو بكر كان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر هو أفضل الأمة، فالذي على اليمين مفضول وعلى اليمين فاضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليمين وقال الأيمن فالأيمن، إلا أن يأذن صاحب الحق الذي على اليمين، إذا أذن فإنه لا بأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي بعده استأذن ابن عباس، أتأذن لي يعني أن أعطي الأشياخ الذين عن يساره؟ فرفض ابن عباس رضي الله عنه. هذا من فقهه، فقه ابن عباس، أراد أن يتبرك بما فضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه وأرضاه لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وهذا الأصل في القربات والطاعات، أن الإنسان لا يؤثر فيها إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة، وإلا فإن الأصل لا إثارة في الطاعة إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة، كما دلت على ذلك الأدلة، فإنه يؤثر بالبر لتحقق المصلحة الراجحة. وهنا مسألة مهمة في مسألة اليمين، فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمن فالأيمن، وقدم ابن عباس على الأشياخ لأنه كان عن يمينه. فهنا مسألة، أولا الإعطاء يكون عن اليمين أم للأكبر والأقدر، أم يكون على يعني على حسب مكانة الرجل مثلا في المكان؟ نقول هذا الحديث يبين لنا هذه الأحكام كلها. أولا الذي جاء باللبن أعطى أولا من؟ أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نستفيد منه حكمة أنك تقدم الأكبر أو الأقدر، تقدم الأكبر أو الأقدر. المسألة الثانية، بعد تقديم الكبير والقدير فإنه يبدأ بيمين هذا الكبير وهذا القدير، فإذا في البداية يعطى الأكبر أو الأقدر، ثم بعد ذلك يكون عن يمين، يكون عن يمين، عن يمين الذي يعطي أولا. فإذا لابد أن نفرق بين أمرين، لذلك بعض الناس يخلط، فإذا بدأ في الإعطاء من البداية يعطي عن اليمين، وهذا خلاف السنة، وإن كان جائزا لكن خلاف السنة. السنة تعطي الكبير أو القدير في المكان، فلو كان مثلا في المكان والدك فلا تقدم أحدا على أبيك، الأب مقدم على الجميع، فتقدم الأب ثم بعد ذلك عن يمينه. إذا كان هناك عالما في المكان فإنه يقدم ثم بعد ذلك عن يمينه. ولذلك هذا الحديث بيّن لنا هذه المسألة، بيّن لنا هاتين المسألتين، أنك في البداية تعطي الكبير ثم بعد ذلك عن يمين الذي أعطيت، وليس كما يفهم بعض الناس أنك تبدأ باليمين مطلقا ويقولون الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن بعد البدء بالكبير أو البدء بالقدير. ويدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كبر كبر في حديث الرؤيا، في حديث السواك أراد أن يعطي الصغير فقيل له كبر كبر حتى يعطي الكبير. ولذلك تحصل يعني بعض الإشكالات، بعض الناس مثلا في الدخول عند الباب هل يقدم اليمين أو يقدم الكبير؟ نقول في مثل هذا يقدم من؟ يقدم الكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وإنما اليمين يقدم عند تقديم الكبير، يبدأ بعد ذلك بيمينه كما دلت عليه هذه الأدلة. هذا والله أعلم، وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.